يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنه إمام مسجد، يقول وعندما أرتل القرآن في الصلاة، يقول أنا إمام مسجد وعندما أرتل القرآن في الصلاة يأتي بعض المأمومين بعد الصلاة فيمدحني لتلك التلاوة فيدخلني بعض العجب، وأخشى على نفسي من هذه الصفة وما شابهها، فما النصيحة في مثل هذا وفقكم الله؟ النصيحة عليك بالاعتدال، لا تبالغ في التجويد ولا تهذ القرآن تسرع فيه، خليك متوسط، قراءة متوسطة مرتلة آية آية، تقف على رؤوس الآيات وتحسن الصوت للقرآن، ولا يكون عندك رياء أو طمع في مدح الناس، بل يكون قصدك وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت هذا وأثنى عليك أحد فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الرياء. نعم، أنت ما قصدت هذا. نعم.